في سنة 2011 وجد هذا الرجل الذي يسمى جوا بيريرا بطريقا على شاطئ البحر مغطى بمواد بترولية يكاد أن يموت بحيث لم يكن لديه ريش. الرجل أخذ البطريق لمنزله وقام بتنظيفه وإطعامه حتى استعاد البطريق عافيته، فانتظر حتى نما ريشه وأعاده إلى مياه المحيط. بعد عدة أشهر سمع هذا الرجل صوتا غريبا خارج منزله، فعندما خرج وجد البطريق قد عاد ليشكره، فجلس مع صديقه عدة أيام ولا يدع أحدا يلمسه إلا صديقه البرازيلي. هذا البطريق الوفي أصبح يزور صاحبه كل عام، يسبح 5000 كيلومتر من دولة تشيلي إلى البرازيل، يقطعها في مدة زمنية قدرها 8 أشهر. جوا بيريرا قال: أنا أعامله كطفلي وأحبه وهو أيضا يحبني.